نقف اليوم هنا لنقول للعالم بأن المغرب والجزائر وحدة لا يستطيع أحد أن يفصم عراها، وإن إقفال الحدود إقفال غير صحيح وغير سليم، ويقتضي أن تزال الحواجز وتفتح الحدود ليلتقي الشعبين المغربي والجزائري مع بعضهم البعض. حسن وهبي، رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب. اليوم جئنا هنا لنعبر بأننا شعب واحد، الشعب الجزائري والشعب المغربي وحدت بينهما ظروف الجهاد ضد المستعمر في سبيل استقلالهما كل التضحيات بتعاون وتآزر لا يمكن إلا أن يجمعهما كل ما يوحد. جئت في هذه الوقت لأعبر أنا أيضا من هنا من المغرب على أننا نريد إزالة هذه الحدود أو ما نسميها حدود الشؤم بين دولتين عربيتين، بين إخوة أشقاء، فلا يمكن بقاء هذه الحدود. وبصفة عامة نتمنى أن لا تبقى هذه الوصمة العار بين دولتين شقيقتين. وشكرا.